السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مبطي ما صورت المحمية المنزلية، فاليوم إن شاء الله بتطرق إلى برنامج البيبات وبرنامج الدتش باكات اللي هو الهيدروبونيك والدتش باكات. طبعا في ناس جدد أول مرة يشوفون هذا البرنامج، فأنا أبا أحاول قدر المستطاع أني أشرح الطريقة وكيفيته. النظام، شرح لنا النظام، هذا الخزانات اثنين فيهن غطاسات اثنين، يطلع من الغطاسات ماء الى اعلى الماسورة. هذه الماسورة، الماسورة هذه تنزل على الماسورة هذه اللي هو اللي هذا الاسود، ينزل على الماسورة هذه، الماسورة هذه ينزل منها المحاليل والى تروح الى اخر البيبات او اي اخر ماسورة، هم من ترجع من هناك الى هنا، ثم تنزل من هنا بهذا الماسورة، هم من يرجع الى هذا اللي الاسود، هم من ينتقل من ماسوره الى ماسوره الى ماسوره الى ماسوره الى حتى انه يرجع الى اخر ماسوره تحت اللي هو اللي هذا، وبعدين يرجع يدخل الى ماسوره. يعني عمليه دوران، يعني ما عندي خساره ماء، انا ما عندي خساره ماء الا اللي النبات اللي هو يشرب النبات او يتغذى عليه النبات فقط، هذا خسارتي انا من الماء. تقريبا 15 يوم وغيره. اللي أزارع أنا عدة أشياء زارعهن، أول شيء عندي هنا هذا الفلفل الرومي، هذا الفلفل الرومي عندي ما شاء الله، عندي النبتة، عندي هذه الثمرة، عندي الطماط، عندي هذا الطماط، هذا إنتاج الطماط، هذا الحمد لله عندنا إن شاء الله مستوي، هذه الطماط، عندي هنا الفلفل، الفلفل الأحمر، عندي الكوسة، هذا الطماط ما شاء الله، عندي هذه الفاصوليا، هذه عندي هنا أصغر طماطة، هنا الأزهار، أزهار الطماط وعقد الزهور ما شاء الله، عندي هنا هذه برج احد الابراج، احد الابراج عندي فيه، عندي فيه واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس، وعندي الثاني اللي فوق ذا، يعني عندي عندي البرج هذا فيه خمس طماطم، ولا وباستمرار بعد، وعندي هذا بجنبه، يعني يفرق تقريبا 10 سنتي، هذا الدليل انه الطماط عندك ممتاز جدا. وفيه الطماط ده برضو بعد، هذا من الطماط برضو انتاجه جيد. وهنا الفلفل، الكمية اللي فيه الفلفل عجيب سبحان الله، شوف عدد الزهر اللي فيه، في مكان لا يتجاوز 10 سنتي بكل نعمة، هذا فيه انتاج، هذا فيه، وهنا موجود، هذا فلفل حار، وهذا الفراولة، هذه الفراولة عندي أزهاره ممتاز جدا جدا، عندي الأزهار كميات كبيرة والإنتاج إن شاء الله بيصير جيد. لكن عندي ظاهرة غريبة بدأ خروج الورق، خروج أوراق من وسط الزهرة، فأنا بخلي هذه ما بقاصة لما أشوف وش نهايته، وهذه نفس الطريقة هنا خروج ورق من وسط الزهرة، أبى أشوف وش نهايته، لكن أو إني أزيل واحدة وأخلي واحدة. هنا عندي القرع، هذه القرع، عندي ثمرتين بالقرع، عندي هذه واحدة وذي واحدة، وعندي هذه قرعة بعد ثانية، هذه القرع،
وهنا فلفل اثنين مع بامية. عندي الانتاج ما شاء الله فلفل انتاجه طيب. كمية الزهور لا بأس بها. هذه قرع، هذا فلفل أحمر حار بس تو ما بعد لون. وعندي هنا البامية، جالس أنا أراجع الفيديوهات أشوف كم تاريخه متالهن عندي. في بعض النباتات عندي لهن 8 شهور، وأقل واحدة عندي لها 5 شهور. هذه بامية وهذه بامية، إن شاء الله الحين أقطف كلنا نزلنا إن شاء الله كلها. عندي هذه مزهرة كثير زهرة، لكن يبدو أن تأثر من الزهر. هذول قرع، وذي هذه قرع بس مشابه للكوسة، كأنه كوسة. نعناع، هذا نعناع. عندي الطماط يطلع أفرع عبطية، فأنا أجيبه وأحطه هنا. هذه واحدة وذي ثنتين كلهن أفرع عبطية. هذه نسبة الأملاح،
لكل البرنامج أو كل النظام 1665. أنا طبعاً أخليه 1750 لكل موجودات كل الشتلات الموجودة خليهن 1750. البي اتش خليه 6. حولته الحين إلى البي اتش. الآن نازل، أنا طبعاً ضابطه قبل أسبوع، ضابطه على 6 بالضبط، الحين صار 5.59، يعني 65. هذا بالنسبة للأملاح، للبي اتش والأملاح حقاته. بالنسبة للرش المبيدات، أرش أسبوعياً وقاية للحشري والفطري، أسبوعياً أرش مرة. هذا الكوب حق الزراعة، أول ما أبدأ بالزراعة أخلي ألمة هنا، يعني ارتفاع سنتي. بعد ما تطلع الجذور إن شاء الله وتنزل تحت أخليه يلامس، في حالة توقف الغطاس أخليه يلامس الكوب أو الكاس، ملامس له. الشتلة أحيانا أنا بذر وأحيانا أشتري من السوق. البيت موس اللي موجود بالشتلة الجديدة أخليها موجود وما أنظفه، بس اللهم أني أعقمه مبيد فطري قبل ما أحطه بالنظام. أنا أحيانا أشتل وأبذر عندي داخل وأحيانا أشتري من السوق، فهذا كل النظام الموجود أنا مشتله، أنا اللي مبادره عندي إلا الطماط. الطماط شاريه من السوق شتلات، أما البقية كله أنا اللي مبذره. حتى هالمزيونات هذول كله أنا مشتله، هذول كله ورد. هذا الفراولة عندي له سنتين. الطماط تقريبا له عندي يمكن 4 شهور أو 5 شهور عندي الطماط. القرع تقريبا عنده لي 6 شهور عندي. الفلفل هذا نوعين، الفلفل هذا عندي تقريبا له 5 شهور أو 4 شهور عندي الفلفل هذا. عندي البامية نوعين، عندي النوع هذا يمكن له الحين 8 شهور تقريبا أو 7 شهور هذا. هذا البامية، في نوع ثاني له تقريبا 4 شهور أو 5 شهور. فالنظام عندي أنا كله خلاص منتهي على آخره، فأنا إن شاء الله بقعد شهر كامل هم نبزيل كل هذه النباتات وحول من أنابيب إلى دست باكت، فأنا بغير النظام من أنابيب إلى دست باكت. اللوبة والفاصوليا تقريبا له 6 شهور 7 شهور 5 شهور 6 شهور تقريبا، هذول اللي هم، فالنظام في آخره. يعني إن شاء الله ببدأ أقلم إن شاء الله الطماط، إن شاء الله بقلم كل الموجود تحت الأسفل بالأسفل. الطماط هذا كل الورق هذا بشيله، ما أنا مخلي إلا تحت الثمار. يعني على سبيل المثال هذه بشيله حتى أنه يصل عند الثمار، عند الطماط هم يتوقف هنا. لما خلص لون اللي يلونن راح أشيل الأوراق حتى يقف عند البرج الفوقي، حتى تنتهي عمر الشتلة.